في الفيديو متاع اليوم باش نجاوبوا على الأسئلة الخطيرة، الأسئلة المحيرة برشا ناس ومش لاقية الجواب عليها. في الفيديو متاع اليوم باش نعطيكم التفسير البسيط والعلمي على الأسئلة هذه اللي تتعلق بالكرياتين، هذا المكمل الغريب اللي تطرح عليه برشا أسئلة. الأسئلة هذه بحكم قربي للميدان وبحكم ممارستي في المهنة متاعي وقربي للمكملات الغذائية، وحتى لو كان تكتب على جوجل فما أسئلة أساسية ديما باش تلقاها. من الأسئلة هذه هو شنو الأوجاع اللي تنجم تصير في المعدة متاعنا لو كان نستعمل الكرياتين؟ هل هذا صحيح أو لا؟ شنو المشكلة اللي كان ناخذ الكرياتين؟ وهل صحيح الكرياتين ينجم يخلي تساقط الشعر متاعنا يتسارع أو لا؟ وأهم حاجة أعتقد وأكثر حاجة الناس كل تسأل عليها، هل فما علاقة فعلا بين الكرياتين وتعطيل الوظائف الحيوية للكلى متاعك؟ هذا الكل باش نجاوب عليه في الفيديو متاع اليوم. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة أعزائي وأصدقائي الأبطال. اليوم باش نحكيو في موضوع شائك، موضوع مهم على الأخر يتعلق بالكرياتين. والأكيد مهما كانت الرياضة اللي أنت تمارس فيها، الأكيد في يوم ما راك سمعتك إشاعات، سمعتك فما تساؤلات على الكرياتين، وكل واحد يحكي لك حكاية منا ومنا. ما نعرفش علاش الكرياتين بالذات تتعلق به برشا كلمات برغم أنه فما برشا دراسات. الحقيقة اليوم باش نحكيو باش نحاولوا نفرك الرومان وباش نجاوبوا على ثلاثة من التساؤلات هذوما. كما تعرفش الساعة الكرياتين وما تعرفش كيفية استعمال الكرياتين في حد ذاته وشنو دوره في الجسم، ننصحك أنك تتفرج فيديو هذا سبق وحكينا على الكرياتين ودوره. كان أول مرة تتفرج فينا ما تنساش باش تعمل سبسكرايب على الجرس، وخاصة بعد ما تشوف الفيديو هذا وتستفاد حاول انك تفيد غيرك وتبارتاجيها مع اصحابك، مهم برشا للكوميونتي بتاعنا، وخاصة هذا يشجعني باش نعمل فيديوهات ما خير. المشكلة في تونس مع الكرياتين مازالت غريبة جدا، ما احناش عارفين علاش، لانه من اكثر المكملات اللي عاملين عليه دراسات، اكثر من 1000 دراسة من عام 1990 والعلماء يشقلبوا فيه منا ويمين ويسار، وفهم برشا معلومات وبرشا استنتاجات وبرشا دراسات نجموا ناخذوا منها المعلومة. المشكل الاول اللي تعرض له بعض الابطال الحقيقة ماهيش دارجة الحكاية، ومش كل تجم تلاحظ الحكايه دي، وهبش نفسر لكم علاش. الحكايه الاولانيه دي تتعلق بالاوجاع اللي تجم تصير في الجهاز الهضمي. السبب الاول نتاعها هو جوده المنتوج. على ذلك ننصح برشا ابطال، ديما ننصحهم ياخذوا مايكرونايزد كرياتين اللي هو يعتبر من افضل واحسن جوده نتاع كرياتين، ويكون اكثر نقاوه وصافيه، كي اكثر نوعيه صافيه، وذا اللي يخليه يتحل بطريقه اسرع في الماء. المشكل هذه في الاغلب يتعرضوا له الابطال اللي يحبوا يعملوا كلودينج فيز في الفتره الاولانيه ويستعملوا جرعات كبيره باش يخزنوا بطريقه اسرع الكرياتين في الجسم نتاعهم. سبق وحكيت على الطريقتين نتاع استعمال دوما وعطيت الراي العلم في الحكايه دي، دونك تفرجوا في فيديو كما قلت لكم. لكن هناك الكميات الكبيرة ديك في فترة قصيرة، وخاصة كي تكون الجودة ما هي الجودة عالية، وخاصة كي تزيدوا معها فمشكون الأبطال يبلع كرياتين طول ما غير ما يحلوا في الماء، لهنا هذا كل نجم يسرع والنجم يزيد اختار انك تحس بوجيعة في المعدة متاعك. دوك باش نتفاديو الحكايات هذوما ماذا بينا نستعملوا كميات اقل، وخاصة تكون الجودة خير. مايكرونايزد كما قلت لكم هي احسن جودة. لهنا باش تقول لي هل فما فرق لو كان انا ما لقيتش شنو نعمل، نبطل ما ناخذش؟ لا تاخذ، لانه من ناحية الفعالية والبرفورمانس باش تحس بها من ناحية هذيا ما فماش فرق. فقط انت كي باش تاخذ مايكرونايزد وتستعمل كميات معقولة الفترة الاولانية نقصت على روحك الفاكتور هذايا نتاع انك فما امكانية لا قدر الله تحس بوجيعة في المعدة. وانا بتجربتي مدة 3 سنين باستعمالي 5 جرامات فقط في اليوم، وجربت المايكرونايزد ومش مايكرونايزد الحقيقة ما حسيت بحتى اوجاع في الجهاز الهضمي بتاعي. الحاجة الاخرى اللي تنجم تأثر وتنجم تكون سبب في انه تحس في بعض الاحيان بك الاوجاع في الجهاز الهضمي بتاعك، هو بعض الابطال انهم يستعملوا الكرياتين والكافيين مع بعض. واعتقد هذا الارتباط زوز المكونات هذوما تحسين البرفورمانس نتاعك وباش يعطيوك اداء ممتاز في الحصه نتاعك. دونك يمشي كالتفكير نتاعنا انه نحطوهم في كومبينيزون تكون كومبينيزون ممتازه على الاخر، وخاصه القهوه تكون سخونه ونحطوا كرياتين يتحل كرياتين فيسع. لان المشكل اصدقائي الابطال في الحكايه دي انه ما فماش اثبات علمي على انه فما يفي باهي باش يعطيك كيف تستعمل الكرياتين مع الكافيين مع بعضهم. يعني معظم الدراسات مازالت متضاربه وما فماش ايفيدونس علمي نجموا نرتكزوا عليه باش نعملوا الحكايه هذيا. معظم الدراسات هذيا ما لقاوش حتى تاثير وما لقاوش حتى ايفي كي ايجابي على الجسم نتاعك باش يحسنك في البرفورمانس نتاعك، ولو انه فما دراسات اخرى يلقاو انه الكافيين ينجم يعطل دور الكرياتين في الجسم نتاعك. لان شو نحب نقول لكم، من دام ما فماش هكايا معناتها ايفيدونس هكايا خلينا نرتكزوا على الحكايه هذيا ونستعملوها لصالحنا. ده ما فماش حاجه تفيدنا في الحكايه دي الكل، وخاصه فما ريسك انه باش تحس
وجيعة في المعدن تاعك. لهنا نقول ما فماش فايدة انك باش تستعمل كرياتين مع كافيين مع بعضهم، وكي تشرب خاصة كمية كبيرة من الكافيين وتزيد معهم الكمية كبيرة وكي ناوي تعمل لودينغ فيز الفترة الأولانية، لهنا يلزمك تعمل اعتدال ما بيناتهم وتحاول تنقص على الأقل من القهوة نتاعك هذه أول حاجة، وثاني حاجة تحاول تبعد القهوة نتاعك على استعمال بتاعك الكرياتين قبل ولا بعد ولا الوقت اللي انت باش تختار. هذه اهم حاجه، هذه عاد برشا خايفين منها، برشا كي شباب وبرشا كي حتى كبار شويه في العمر يحبوا يحافظوا كي على الجمال بتاعهم على الفحوله بتاعهم كي وتتمثل شويه في الشعر كي يقول لك انا خاف لنخسر شويه كي من الشعر بتاعي. انا الحقيقه ما نشوفش فما حتى مشكل معناتها انك تخسر كي كميه صغيره من الشعر بتاعك، وبرا حتى كان فرتس وبرا حتى كان وليد قرع، فما برشا مشاهير وبرشا عباد معروفين محلهم كي بوغوسيت في الشكل هذا كيما ذراك جيسون. شوف شوف هو ديما فما الحل، فما زراعه الشعر، فما حتى كان نجمو نعملو كيما عام مفتوح. لا لا فدك عليكم، مش هذا الموضوع بتاعنا. علاش ترتبت الحكايه هذه بتساقط الشعر؟ لانه فما دراسه تدوم على 3 أسابيع لقاو فيها باستعمال الكرياتين على اشخاص يترناو ركبي اعمارهم ما بين 19 و 18 عام، فما ارتفاع في الديهيدرو تستوستيرون واللي يلعب دور مهم في نمو الشعر عند الرجال. كي ارتبط بالمستقبلات على بصيلات الشعر يقوم بتصغير البصيلات هذه واللي نجم يعاون في تساقط الشعر. المشكل الاول لنا انه الارتفاع هذا وقتي، لانه بعد فتره باش يعاود يرجع لمستواه العادي، وحتى نسبة الارتفاع هذه بالنسبة للعلماء يقولوا نسبة ارتفاع عادية جدا. واللي مازال مش واضح في الحكاية دي انه هل الارتفاع هذا متاع دهيدرو تستوستيرون باش يرتبط بالمستقبلات متاع بصيلات الشعر بطريقة اوتوماتيكية او لا. كما فما عامل مهم جدا لنا هو الجينات متاعنا، هل الارتفاع البسيط هذا نجم يأثر على معدل تساقط الشعر وخاصة بالنسبة للناس اللي عندهم المشكلة هذا وراثيا؟ هذا كل مازال ما نعرفوش. كان الحكاية هذه ما تقلقكش ومتصالح مع روحك وبره، وكان طاحلك شوية شعر في الطريق كي وكان على بكري خسرت شوية شعرات في سبيل انك تزيد كتلة عضلية كي وتقوي من البرفورمانس بتاعك، انا بالنسبة لي هذا ما يقلقنيش. ولو انه ديما النسبة ضعيفة برشا في انك باش تخسر كي شوية من الشعر بتاعك ومش باش يكون حاجة جراف برشا، الحياة هذه ديما يلزمها فما كي روح المغامرة. ما نعرفش انتوما اصدقائي الابطال شنو رايكم في الموضوع هذا، لو كان تعرف انه فما امكانية هكا تخسر شوية شعرات في الطريق تقعد تستعمل ولا ما عادش تستعمل، حاب نعرف رايكم في التعليق اللوطة. نجيو تويك اصدقاء الابطال، اهم سؤال اهم بارتي في الفيديو هذايا وهو السبب الاول اللي خلاني نعمل الفيديو هذايا، واكثر سؤال متداول انه الكرياتين ياثر على الكلوي بتاعنا. السؤال الغريب هذايا اليوم باش نفكوه وش نشوفوا منين جات حتى الحكايه هذه ومنين بدات ومن عند شكون بدات. في العام 1998 فما دراسه يقولوا انه الكرياتين هو سبب فشل كلوي، كان على عينه واحده، والمشكل انه السيد هذا كان عنده فشل كلوي متكرر. الغريب انه كيفاش يكون الاستنتاج بالتسرع هذا رغم انه ظهر على فرد واحد بدون دراسه موجهه باستعمال كرياتين عن طريق جرعات. العلماء يقولوا انه الاستنتاج والجزم بنتيجه هذه لا يرتكز على قراءه علميه صحيحه. هذا اللي يخلي الصحف الفرنسيه تداول الاخبار وتداول الدراسه هذه وتهبط في اشهر صحيفه ليكيب، تهبط المقال هذا وتقول كرياتين اي دونجورو، ومن غادي تتداول الصحف والميديا الحكايه هذه والخبر هذه كله وتفوح الحكايه كيه في الميديا وفي اوروبا، ومن غاديك تمنع الكرياتين في الفتره هذيك. لكن بعد فتره يجونا برشا دراسات وبرشا علماء ركزوا على الموضوع هذا وحبوا يثبتوا العكس وحبوا يشوفوا شنو دور الكرياتين وشنو تاثيره على الكلوي نتاعنا. لهنا عملوا برشا دراسات كانت اكثر موضوعيه وفيها اكثر عدد نتاع عينات، وكانت على فتره قصيره تقريبا 5-6 أيام، وعملوا حتى 15-14 يوم ووصلوا حتى ال5 سنين يا ابو قلب. وفي كل الدراسات هذه ما فماش حتى قرينه علميه تثبت انه الكرياتين عنده تاثير سلبي على وظائف الكلى نتاعنا، وخاصه بالجرعات الموصى بها. كما نعرفوا اي حاجه كي تفوت على الحد نتاعها تنجم يكون عندها تاثير سلبي، كرياتين ولا غيره. ما يقول القايل المشكل وين وعلاش في تونس ممنوع الكرياتين برغم انه فما قرائن علميه وفما عندنا اثباتات باش نجموا نستعملوا الكرياتين؟ انه كيغيب علينا المنطق، وخاصه اخصائيين في العالم هذا وخاصه اخصائيين في الطب الرياضي اللي عندهم علاقه بالسبور ونجموا يفهموا الحكايه هذه ونجموا هكا عندهم كلعين ويعرفوا يميزوا ويعرفوا يقراوا الزنديس اللي باش تظهر. وخلينا نحكيو بكل صراحه، انا متاكد فما حتى كان شكون من الاطباء يتفرجوا الفيديو هذه نجموا يكونوا موافقين للراي هذا ونجم يكون عندهم راي اخر مخالف راي وزاره الصحه على الكرياتين.
الكرياتينين هو من مخلفات الكرياتين في الجسم تاعنا واللي باش يتخلص منه وينجم يكون مؤشر اللي باش يعطينا هكا صوره عامه على حقيقه وظائف الكلى في الجسم تاعنا. الكرياتينين هذا مؤشر يتغير برشا عوامل، فهم برشا ظروف تنجم تخليه يتغير ونجم يخليك تعمل تحليل خاطئ للحكايه هذه، وخاصه كي تغزر الكرياتينين وحده كمؤشر وما تحطش تصويرة كاملة وما تحطش الظروف نتاع الشخص اللي قدامك والحاجات اللي هو يعمل فيها، وخاصة يكون الشخص هذا إنسان يتعاطى الرياضة بريتم ونسق عالي، وخاصة فما شكون حتى يترينا مرتين مهما كانت الرياضة اللي يقوم بها، يعني لهنا باش يكون فما برشا هدم عضلي، باش يكون فما برشا إرهاق، باش تكون التغذية نتاعو مختلفة، وخاصة باش تكون نسب بروتين عالية شوية، وخاصة كي باش يكون الإنسان هذا نجم يكون يستعمل في الكرياتين، باش تكون عنده كتلة عضلية مختلفة، ماهوش إنسان عادي عنده كتلة عضلية مختلفة اللي باش تخليه حتى ما غير ما يستعمل الكرياتين باش تخلي الجسم تاعه يصنع نسب اعلى من الكرياتينين، وهذا باش يخلي كالعادة كيما قلت لكم الكرياتينين يرتفع نسبيا، يعني هذا الكل نجم يغير الصورة بتاعك ويغير لك تحليلك للمؤشر هذا متاع ارتفاع الكرياتينين كان تغزر له وحده وما تحطش بعين الاعتبار العوامل هذه الكل اللي تنجم تأثر على ارتفاعه. العلماء شنو يقول لك في الموضوع هذا؟ كان جاء ارتفاع الكرياتينين في الدم هو المؤشر الوحيد على انه الكلى نتاعنا تخدم وتقوم بدورها العادي او لا، راهو الناس الكل تترانا بمختلف الرياضات اللي تقوم بها، وحتى لو كانوا ما يستعملوش كرياتين نجم نقول عليهم عندهم مشاكل في الكلى. اي تويكا بعد هذه الكل شنو الحل؟ احنا باش نكونوا مطمئنين نقول لك من البدايه، كان انت عندك مشكله في الكلاوي سايب عليك ما تستعملش كرياتين باش هكاك تكون اضمن لك. حاجه ثانيه اللي نجم ننصحكم بها، كي مشيت عملت تحليل نتاع الدم ولقيت الكرياتينين هذه المؤشر نتاعو طالعه شويه وتخليك الشك كي والهلواس وتحب تتاكد، ننصحك لنا انك تعمل تحليل البولة، هذا نجم يقطع لك الشك ويخليك تفهم الحكايه اكثر. حاجه اخرى تنجم تعملها، كي مشيت عملت تحليل كي نتاع الدم تاعك ولقيت الكرياتينين هذه نسبه مرتفعه وخليتك كي تهلوس ويدخل كي شويه الشك ومنه ومنه وتحب تتاكد من روحك، تنجم تعمل تجربه صغيره كي ما تستحق حتى شيء، تقعد ترتاح جمعه او اكثر ما تترناش، وكان قاعد تستعمل في الكرياتين وقف عليه ما تستعملوش، وبعد عاود اعمل تحليل اخر بتاع دم او يكون اصلح انك تعمل تحليل البولة باش هكاك تعرف الحكايه اكثر. كي لقيتو باقي النسبه هذه بتاع الكرياتينين مرتفعه في الجسم تاعك يعني راهو المشكل من قبل، يعني المشكل ما عندوش علاقه بالتدريب وبالهدم العضلي الكبير او عنده علاقه بالمكمل هذا الكرياتين، لان ننصحك تشوف طبيب مختص في الحكايه هذه هو يقول لك شنو تعمل. في النهايه اصدقائي الابطال نحبكم تخرجوا منهم الفيديو هذا، وبعد ما فركنا الرومان وحكينا على برشا اسئله تتعلق بالكرياتين، كانك في صحه جيده ما فما حتى مشكله وما فما حتى قلق في انك تستعمل الكرياتين وما عنده حتى خطر على تاثير سلبي باش يكون على الوظائف نتاع الكلى نتاعك، دونك لهنا العلم يعطينا برشا قرائن عديده ومختلفه في الموضوع هذا، تخلي لكم في صندوق الوصف الدراسات هذه كل كان تحبوا تزيدوا تطلعوا فيها. لهنا احنا الهدف نتاع الكوميونتي نتاعنا والهدف نتاع شان يوتيوب هذه ان نامنوا بالعلم ونتبعوا الدراسات العلميه، ما نتبعوش الكلمات اللي تكون هكايا متفرقه وجايه من كل حد وصوب، نتبعوا الدراسات العلميه ولا نامن بالعلم. كان فما حاجات اخرى تتبدل نعاودوا نحكيوا عليها ونعاودوا نبدلوا راينا لو كان فما حاجه تتبدل، لكن الوقت الحاضر ما فماش تاثير على الكلاوي بتاعنا وهذايا مثبت في عديد الدراسات كما قلت لكم. دونك في انتظار انه الكرياتين يرجع لتونس، لانه من المؤسف في الوقت هذايا وفي العصر هذايا انه مازلنا نعيشوا ونخوضوا في الصراع هذايا مع مكمل كيما هذالي فيه وموجوده عديد الدراسات باش الناس الكل تطلع عليها، في انتظار انه الكرياتين يرجع لتونس انا بقلك نقول لكم I'll see you next time يا ابطال.